اللهم اني اشربه لظمأ يوم القيامه، وهذا في امر ديني اخروي، منفعه اخرويه. فالمقصود ان التبرك ينبغي ان يكون وفق ما جاء به الدليل، ليس على ما تقترح ولا على ما تشتهي، بل يا اخي نحن نتبع ولا نبتدع. ودعوكم من الخرافات ومن يسوق الخزعبلات، فدين الله سالم من هذه الخرابيط وهذه الدراوة الدروشة التي يأتي بها بعض الناس بقصص وسواليف لا يعلم لها خطاب ولا زمام. إنما نرد ونصدر عن كتاب الله وسنة رسوله وما ثبت عن خيار الأمة وسلف هذا خيار. وأما الذي يريد أن يقتلع قصصا ويأتي بسواليف فهذا لا حد له ولا نهاية. إنما الشأن فيما دل عليه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما تتقرب به إلى الله، احرص غاية الحرص أن يكون عملك على نحو عمله وطريقك على نحو سبيله صلى الله عليه وسلم، فإنه على بصيرة من دينه، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو يدعو إلى الله وهو صلى الله عليه وسلم على بصيرة، أي على وضوح وجلاء في الطريق الموصل إلى الله في الاعتقاد والعمل. والخروج عن هذا هو خروج عن معيته أنا ومن اتبعني، فمن اتبعه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون على بصيرة. ولهذا كل الذين يروجون البدع والمحدثات والخرافات ولا يستدلون بالدليل من الكتاب والسنة، كل سواليفهم وأقوالهم وأدلتهم، الولي الفلاني فعل والعالم الفلاني قال والشيخ الفلاني جمله كذا، في سواليف لا خطاب لا ولا زمام. الله ما تعبدنا بهذه الخزعبلات، الله تعبدنا بهدي قوي جاء به سيد المرسلين. فمن أراد النجاة فليلزم طريقه، من أراد السعادة والموت والوصول من أقرب الطريق فليسلك ما كان عليه سيد الورى. تركت فيكم ما لن تضلوا بعد أبدا فتمسكتم به، كتاب الله وسنتي. فنسأل الله أن يثبتنا على الإمام. هذا عمر رضي الله تعالى عنه يعلم الأمة هذا المنهال، وأنه يجب على الأمة الاتباع فيما أدركته بعقولها وفهمت غايته ومقصوده وفيما لم تدرك معناه وغايته. فيكفي في الاتباع المسير على طريقه صلى الله عليه وسلم، ويكفي في تعليل الفعل أن النبي فعله. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى الرمل كما تقدم في الصحيح وهو إسراء في المشي، أورد شيئا حتى يقطع التفكير فيه، فقال رملنا نراهي المشركين، يعني سبب الرمل وهو العدو مع تقارب الخطى، إسراع المسير مع تقارب الخطى في الثلاثة أشواط الأول للبيت، سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر قوته وقوة أصحابه للمشركين في السنة السابعة من الهجرة، لما قالوا أتاكم محمد وأصحابه أدخلتهم وأرهقتهم وأتعبتهم حمى يثرب، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بهذا الرمل حول البيت. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء يطوف قال ما لنا ولرمل شيء صنعناه من وراء المشركين، اي نظهر قوتنا به للمشركين. ثم قال رضي الله تعالى عنه شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نصنعه لا نحب ان نتركه، اي لا نترك هديه صلى الله عليه وسلم ولا ما صنع، حتى لو كان السبب في مشروعية العمل قد زال، ما دام أن النبي فعل وزال السبب فالسنة في فعل ما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في جملة من الفوائد هذا بعضها، وما ذكره من تقبيل الحجر هو أعلى مراتب الاستلام. ونعلم أن تقبيل ما عدا الحجر لا يشرع، لأن التقبيل مبني على الدليل، فالذي يقبل جدر الكعبة، الذي يقبل الركن اليماني، الذي يقبل مكان مقام إبراهيم يقال له هذا من المحدثات وهذا لا يتقرب به إلى الله. ونعلم أن كل من اشتغل ببدعة فإن البدعة تقربه إلى الله أو تباعده،
البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، فليحذر المؤمن الإحداث في دينه. أما الحديث الثاني الذي ذكره مسلم رحمه الله فهو ما ذكره بإسناده من حديث حماد بن زيد عن الزبير بن العربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحكم، يعني عن مشروعيته وعن ما يتعلق به، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. والاستلام كما ذكرت له صور عديدة، منها وهذا أعلاها التقبيل، ثم بعد ذلك الاستلام باليد وتقبيل اليد كما جاء ذلك في حديث جابر، ثم الاستلام بشيء في يده وتقبيل ذلك الشيء كما في حديث أبي طفيل عن عباس. هذه ثلاث صور، فإن لم يتأتى شيء منها، لم يقدر على شيء منها، يشير إليه كما سيأتي بعد قليل في الباب الذي يليه. فسأله عن استلام الحجر فقال رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت هذا الرجل السائل الذي يسأل عبد الله بن عمر: أرأيت إن زحمت؟ أخبرني إن زحمت هل أقبل أو أترك التقبيل؟ فأرأيت معناها أخبرني، أي أعلمني وحدثني عن الحكم إذا زحمت، هل يشرع التقبيل أو لا؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان رضي الله تعالى أن يترك تقبيل الحجر لا في شدة ولا رخاء، وكان يزاحم عليه رضي الله تعالى عنه حتى نقل أنه كان يدمى أنفه ويعود ويقبل رضي الله تعالى عنه، لأنه شديد الحرص على اقتفال أثر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال له: أرأيت إن زحمت؟ يعني هل إذا كان ثمة زحام أقبل حتى مع الزحام؟ قال له رضي الله تعالى عنه: نعم. ثم قال: أرأيت إن قلت، يعني قفعت عن الحجر؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، يعني لا تحدثني بهذا، قبل ولو كان زحام. هذا معنى قوله اجعل أرأيت باليمن، وسمى اليمن لأن السائل من اليمن. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فما كان يترك الاستلام والتقبيل في شدة ولا رخاء. وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر خالفه فيه جماهير علماء الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث في قوله لعمر في مسند الإمام أحمد بإسناده، تكلم فيه بعض أهل العلم لكن إسناده لا بأس به، قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، فلا تزاحم في استلام الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فدع. وهذا الحديث في بيان أن المزاحمة لا تشرع، المزاحمة غير مسنونة، في لا سيما إذا كان يترتب عليها أذى يتأذى به الناس، فإنه ينبغي له أن يكف عن المزاحمة، لأنه إذا وازنت بين الاستلام وحصول الأذى، الاستلام سنة وحصول الأذى، حتى حصول الأذى منك بسبب ازدحام الناس محرم، ولا ترتكب محرما لأجل فعل مسنون. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى ما سمعتم من أنه قال: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم في تقبيل الحجر فتؤذي الضعيف. نعم. فيقول ما ذكره ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من الاستلام للحجر في الشده والرخاء اجتهاد منه خالفه فيه عامه العلماء. لو اردنا ان نعرف الصور التي تحصل بها استلام الحجر، ابو علي ذكر التقبيل وبقي ثلاثه صور للاستلام المباشر، وهي ان يستلمه بيده ويقبل يده، او يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء ثم يجيب. وقد جاء انه يستلم ويسجد عليه، وهذا جاء باسناد جيد عن عبد الله بن عباس انه فعله، ونقله عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال فيه ان عمر راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
ولهذا ذهب جمهور العلماء الى انه يسن مع التقبيل السجود على الحجر، ومعنى السجود الصاق الجبهه عليه، انت يسر هذا. لكن هذا الذي ذكره رضي الله تعالى عنه هو ما ذهب اليه جمهور العلماء، وقال بدون ابن مالك رحمه الله. فالامام مالك لا يرى سنيه السجود لعدم ثبوته عنده، وكان يرى ان السجود محدث بدعه. قال رحمه الله تعالى: باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن مكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما اتى على الركن اشار اليه. من اشار الى الركن اذا اتى عليه، والمقصود بالركن الركن اليماني، عفوا الحجر الاسود، الركن الذي فيه الحجر الاسود. فهذا من اشار الى الركن اي الحجر الاسود، فان الحجر الاسود هو الذي يشار اليه اذا اتى عليه ولم يتمكن من استلامه. وسمى باسناده من حديث عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، يعني راكبا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الطواف ماشيا ثم زحم. لما اجتمع عليه الناس فخرج العوادم والنساء والصغار يقولون: هذا محمد هذا محمد. فلما زحم صلى الله عليه وسلم لاجتماع الناس ركب على راحلته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأتم طوافه راكبا. فكان إذا استلم الحجر وهو راكب استلم أشار إليه، والإشارة هنا جاءت على تحتمل معنيه، تحتمل أنه أشار إليه بيده بشيء في يده، أو أنه أشار إليه بما مسه من المحجر. فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجر وقبله، وجاء ذلك عن جابر أيضا في بيان طواف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فدل هذا على ان من تعذر عليه الاستلام فانه يشير اليه بيده، يشير الى الحجر بيده، وهذا سنه. فلو لم يشير بيده ولو لم يكبر فانه لا حرج عليه في ذلك. واما ما يتعلق بالطواف راكبا فقد تقدم ان العلماء لهم فيه قولان، أن العلماء لهم في الطواف راكبا أو لا. والراجح أن الطواف راكبا يصح، لكن الأولى والأحوط أن لا يطوف راكبا إلا إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا لم يكن حاجة فالأولى أن يمشي، وذهب جمهور العلماء إلى أن الطواف راكبا لا يصح. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده وكبر. باب التكبير عند الركن اي ما يسن من قول الله اكبر عند الركن، والمقصود بالركن هنا الركن الذي فيه الحجر الاسود. ساق باسناده من حديث خالد الحذاء عن عكرمه قول ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت اي بالكعبه على بعير، كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده اي في يده، وهي العصا التي كانت في يده صلى الله عليه وسلم المحجر، وكبر اي وقال الله اكبر. وهذا سنه في قول عامه العلماء، فالتكبير وان يقول الله اكبر، وهذا هو المشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق باسناد لا باس به صححه الحافظ بن حجر ان عبد الله بن عمر كان اذا اتى الحجر قال: بسم الله والله اكبر، فكان يضيف إلى التكبير البسملة، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي لم يأثره عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر. وأما البسملة فقد جاءت عن عبد الله بن عمر، لكن أخذ منها أخذ بعض أهل العلم من هذا سنية البسملة، ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه شديد، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله. والمسألة في هذا قريبة، فلو قال الله أكبر فعل ما ثبتت به السنة على وجه بين، ولو قال بسم الله والله أكبر فعل ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مما يحتمل أن يكون قد فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الله أكبر في بداية كل شوط، كما أن التكبير لا يكون إلا عند الحجر الأسود فقط، أما الركن اليماني فإنه لا يشرع فيه تكبير ولا تقبيل، إنما يشرع فيه الاستلام باليد، ولا إشارة إذا عجز عن الاستلام باليد اليمنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال: حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسح الركن حلوا. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. هذا بيان ما يشرع فعله لمن قدم إلى البيت بحج أو عمرة. المشروع لمن قدم إلى البيت بحج أو عمرة أن يفعل ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته من الطواف بالبيت أول قدومه قبل الذهاب إلى محل نزوله، ثم يصلي ركعتين وهي ركعتا الطواف، ثم يسعى، ثم بعد ذلك شأنه يذهب إلى حيث شاء من الحرم. ساق المصنف بإسناده من حديث محمد بن عبد الرحمن قال: ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به أي النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف. أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم البيت أنه توضأ ثم بعد ذلك طاف، فدل ذلك على أن الوضوء مشروع للطواف. والوضوء لا خلاف بين العلماء أنه يشرع للطواف، أي أن الوضوء واجب في الطواف، أن الوضوء واجب، عفوا، أن الوضوء مشروع، يعني مما جاءت به الشريعة في الطواف، لا خلاف بين العلماء في أن الوضوء مشروع في الطواف، لكنهم اختلفوا في حكمه، فذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء واجب في الطواف، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقد توضأ قبل طوافه صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا بما جاء عن عبد الله بن عباس وورد مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حل لكم فيه الكلام. فهذان الدليلان استدل بهما جمهور العلماء على أن الطهارة في الطواف واجبة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطهارة في الطواف شرط وليست واجب، وهذا أعلى من كونها واجب. شرط يعني لا يصح الطواف بحال. أما من قال إن الطهارة واجبة فإنه إذا ترك قالوا يجبره بدم، يكون واجب تركه فيجبره بدم،
وهذا مذهب الحنفية. وأما الأول فهو مذهب جماعة من أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم. وأما القول الثالث في المسألة فهو أن الوضوء سنة وليس واجبا ولا شرطا، بمعنى أنه يسن الوضوء لكن لو طاف من غير وضوء فإن طوافه صحيح. وقالوا إنه لا دليل في السنة على وجوب الوضوء للطواف، وإنما الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله يدل على الاستحباب والسنية لا يدل على الوجوب في قول جمهور العلماء. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، وهو أن الوضوء مشروع على وجه السنية في الطواف، فلو طاف من غير وضوء صح طوافه، لكن ينبغي في ابتداء الطواف أن يحرص على الوضوء خروجا من الخلاف. لكن لو أن أحدا طاف وحصل معه حدث أو طاف وهو على غير وضوء فإنه لا يقال له طوافك غير صحيح، بل طوافه صحيح لعدم الدليل على وجوب الطهارة في الطواف. قال رحمه الله: ثم لم تكن عمرة، أي لم تكن عمرة بعد طوافه صلى الله عليه وسلم. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، أي مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، المتحدث عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، فأول شيء بدأ به الطواف، يعني كان أول ما بدأ به لما جاء البيت الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، يعني يبدأون في أول قدومهم إلى البيت بالطواف، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خيار الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. وهذا فيه دليل على أن فعل المهاجرين والأنصار مما يتأسى به ويقتدى به ويحتج به ويتبين به هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال رضي الله تعالى عنه: ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون، أي يفعلون الطهارة والبداءة بالطواف قبل كل شيء. وقد أخبرتني أمي، يريد بأمي من؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أنها أهلت هي وأختها أي عائشة رضي الله تعالى عنها والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان وفلان بعمرة، أي أهلوا بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مسحوا الركن حلوا أي تحللوا من عمرتهم. وهذا في حق أولئك كما ذكر، لكن في حق عائشة رضي الله تعالى عنها لم تحل، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت فلم تتمكن من عمرتها، بل أدخلت الحج على العمرة كما هو معلوم في عمرتها رضي الله تعالى عنها. والمقصود من هذا أن المشروع في حق من جاء إلى البيت بحج أو عمرة أن يبادر إلى الطواف، فيطوف ثم يصلي ركعتين ثم يسعى، ثم إن كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وإن كان متمتعا فإنه يتحلل بتقصير أو حلاق، ويكون بذلك قد حل من عمرته وحل من إحرامه وحل له كل شيء حرم عليه من الثياب والطيب والنساء إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. هذا الحديث يؤكد معنى الحديث السابق الذي أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد ساقه بإسناد من حديث نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج
أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف. سعى أي رمل، وهو إسراع الخطى في إسراع المشي مع تقارب الخطى في الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى. ومشى أربعا أي ومشى دون إسراع في البقية من سعى من طوافه، ثم سجد سجدتين، والسجدتان هما ركعة الطواف، وقد سجدهما النبي صلى الله عليه وسلم عند المقام، حيث إنه لما فرغ من طوافه قرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجاء إلى المقام وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. وهاتان الركعتان مسنونتان في قول جماهير العلماء، أي أنهما سنة وليستا واجبتين، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب هاتين الركعتين، والصواب في هذا مع الجمهور مع عامة العلماء وجماهير أهل العلم من أن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة وليست واجبة، وهي سنة خلف المقام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فإنه يصليها حيث تيسر له، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الركعتين خرج إلى الصفا، فلما أقبل عليه قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، حيث إن الله بدأ بالصفا بالذكر، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ في ذكر هذين الجبلين هذين المشعرين بذكر الصفا، فقال أبدأ بما بدأ الله به، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في طواف بين الصفا والمروة بالصفا. ولا يجوز البداء بالمروة، فمن بدأ بالمروة لا يصح طوافه، إنما يبدأ بالصفا، ثم يكون ختم سعيه في المروة، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، لأن الذهاب شوط والرجوع شوط، ثم يطوف بين الصفا والمروة. هذا بيان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى البيت، وفيه مشروعية المبادرة إلى الطواف والسعي أول وصول الإنسان إذا تمكن من ذلك، ما لم يكن هناك ما يوجب تأخر فلا بأس في ذلك، لكن السنة أن يبادر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. هذا الحديث الذي ساقه المصنف بإسناد من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بيّن فيه المؤلف ما اختص به طواف القدوم عن بقية طوافه في الحج صلى الله عليه وسلم، وقد طاف صلى الله عليه وسلم في حجته ثلاثة أطوفة، الطواف الأول طواف القدوم، والطواف الثاني طواف الحج طواف الإفاضة، والطواف الثالث طواف الوداع، هذه ثلاثة أطوفة ثبتت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول، ما هو أول طواف؟ ما هو أول طواف؟ طواف القدوم، هذا هو الطواف الأول، يخب ثلاثة أطواف، يخب يعني يسرع في المشي ويقارب الخطى وهو الرمل، ويمشي أربعة أي ويمشي من غير إسراع في الأربعة، وهذا يدل على أن الرمل لا يشرع إلا في طواف القدوم، أما طواف الإفاضة فإنه لم يثبت عنه أنه سعى، كذا طواف الوداع لم يثبت عنه أنه أسرع في مسيره صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذا أن سنة الرمل لا تكون في الطواف كله، أي لا تكون في كل طواف، بل تكون في طواف القدوم وكذلك في طواف العمرة، أما طواف الحج وكذلك طواف الوداع فإنه يمشي دون رمل،
ودون خبر وإسراع كما دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم. قال وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل، كان يسعى بطن المسيل، إذ إن الصفا والمروة جبلان وبينهما واد يسيل منه الماء إذا مطرت السماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من الصفا حتى إذا أتى بطن المسيل وهو بطن الوادي